جدل واسع تشهده وسائل التواصل الاجتماعي، والسبب المهر الذكي. فما هو المهر الذكي وما سبب الجدل الذي خلقه؟ انتشر مصطلح سمي بالمهر الذكي على وسائل التواصل الاجتماعي، وشكل جدلا واسعا بين من يراه مفهوما عادلا يواكب تغيير الأسعار عبر الزمن، ومن يراه بمثابة محاولة ذكية من البعض وتحديدا من الأزواج تحسبا لأي طارئ على الحياة الزوجية، وعلى الأخص في حالة الانفصال بالخلع التي قد تأتي بعد سنوات من الارتباط. وهنا المفارقة، ففي هذه الحالة يستطيع الزوج استرداد قيمة المهر الذي دفعه من دون أن تكون تلك القيمة قد تأثرت بمرور الزمن. وفي الشرع يجوز في الإسلام أن يكون المهر على الأشكال التالية: المال، الذهب، أو عقار. ويخرج المهر الذكي عن المهر التقليدي المتعارف عليه، وهو يتمثل به سبائك ذهبية أو أسهم استثمارية، ويوصف بأنه ذكي لأن سبيكة الذهب التي تزن مثلاً 10 جرامات قد يصل سعرها اليوم إلى 3000 ريال، فيما قد يصل سعرها بعد 10 سنوات مثلاً إلى 7000 ريال، وبالتالي فإنه يجاري تغييرات الزمن. تعد فكرة المهر الذكي من الأفكار المستحدثة التي دخلت إلى المجتمعات الخليجية، وهي تصب في صالح الأزواج الذين يضمنون استرجاع قيمة ما دفعوه من مهر في حال وقع الانفصال من دون أن تتأثر تلك القيمة. ويرى البعض أن الأمر في صالح الزوج وليس الزوجة، حيث يكون المهر على سبيل المثال سبيكة ذهبية وزنها 10 جرامات، وتكون الزوجة ملزمة بإعادة سبيكة بذات الوزن والعيار عندما تطلب هي الخلع. فيما لو كان المهر مالاً وكان يصل إلى 10000 ريال، فإن القيمة الشرائية لهذه 10000 تتأثر سلباً بعد مرور 10 أو 15 سنة، فلا تعود تتمتع بالقيمة التي كانت عليها عند العقد. هذه الفكرة ما زالت مرفوضة اجتماعياً إلى حد ما، خاصة أن العادة تقوم على تقويم المهر التقليدي والمتعارف عليه، وهو مبلغ من المال، فيما المهر الذكي قد يكون بمثابة باب من الأبواب لخلق المشاكل من قبل الأزواج في محيط الأسرة حتى يدفع الزوجة للتقدم بطلب الخلع، وبالتالي يحصل الزوج على المهر بمكسب مرتفع يمثل الفارق بين سعر شرائه وسعره عند وقوع الخلع. المهر الذكي بات حديث المجالس، ويتم تداوله بكثرة بين النساء، وهن يرفضن هذه الفكرة لأنهن يرون فيها نوعاً من الاستغلال للمرأة. فقد يقدم الزوج مهراً قد يكون سبائك ذهبية بمقدار 40000 ريال كمهر، أو يكتب للزوجة أسهماً استثمارية بهذا المبلغ، لكنه قد يختلق المشاكل لاحقاً حتى يوصل الزوجة إلى اتخاذ قرار الخلع وترك الزوج، وهنا يسترد ما سدده كمهر من دون خسارة فرضها تقدم الزمن. فالمهر الذكي هو مهر يقدم للمرأة لكنه لا يكون مالاً، غالباً ما يكون سبائك ذهبية أو أسهماً استثمارية، يستغله بعض الأزواج لتحقيق كسب مالي عند الطلاق، يقود بعض الأزواج لاختلاق المشاكل ودفع الزوجة لطلب الخلع، ويقسم الآراء بين من يرونه فكرة عادلة ومن يرونه استغلالاً. وأنتن أيتها النساء، ماذا تختارنا؟